تحياتي. هذا من المواضيع اللي بحبها واللي بحب أعيدها ربما وأذكرها كل سنتين ثلاثة للناس اللي متابعيني، لأنه كان دائما كان تساؤل عندي منذ كنت طفل، ليش عدد المدربين اللي بيكونوا حراس مرمى في الماضي كلاعبين قليل جدا؟ في الحقيقة في عدة أسباب. السبب الأول بسيط وإحصائي، ففي كرة القدم هناك 2 حراس في الملعب وفي 20 لاعب داخل الملعب، يعني باختصار نسبة الحراس في كرة القدم بتقارب 9%، وهذا معناه أنه بأحسن الأحوال لازم يكون عندنا مدربين حراس كانوا حراس، يعني 9%، بس النسبة لسه أقل لأنه في سبب ثاني. السبب الثاني أنه في الفرق الفنية للفرق والأندية هناك مدرب خاص بحراس المرمى، وبعض الأحيان بيكون أكثر من مدرب حراس مرمى في الفريق الواحد، وبالعادة الأندية الكبرى والمنتخبات الكبرى بتفضل يكون مدرب الحراس حارس قوي مشهور سابقا. وطبعا أسماء عدة من الحراس العالميين اتحولوا لمدربين حراس، أشهرهم كوبكا حارس ألمانيا اللي تحول لمدرب حراس منتخب ألمانيا في مونديال 2014. في أسماء عديدة كانت حراس تحولت مدربين، من أشهرهم طبعا الأسطورة دينو زوف الإيطالي اللي فاز بكأس العالم 82 كحارس مرمى وحقق نجاح مع يوفنتوس كمدرب، شفنا بفوز بكأس الاتحاد الأوروبي وكأس إيطاليا، وأيضا وصل إيطاليا لنهائي أوروبا 2000 اللي انتهى بهدف ذهبي قاتل لمنتخب فرنسا، سجله للصدفة بالنسبة لدينو زوف لاعب بيلعب يوفنتوس اسمه تريزيجيه. بس بيظل رايموند غونزاليس هو أفضل مدرب كان حارس مرمى كلاعب على الإطلاق، حيث استطاع الحارس البلجيكي التحول لعالم التدريب بنجاح رهيب، فاز بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو المدرب الوحيد اللي كان حارس فاز بهذا اللقب، وذلك مع مرسيليا في موسم 92-93 على حساب ميلان. فاز مع أندرلخت بكأس الاتحاد الأوروبي مرة، ووصيف مرة، وكأس السوبر الأوروبية مرتين، وقاد منتخب بلجيكا لثالث أمم أوروبا 72 بعد ما خرج بصعوبة مع البطل القوي جدا آنذاك منتخب ألمانيا الغربية وخسر معهم 2-1. وينسب لهذا المدرب اللي كان حارس تطور بلجيكا وزراعة بذرة صناعة كرة القدم فيها، عشان هيك هو بالنسبة لكثير ناس أفضل مدرب كان يوما ما حارس في التاريخ.